رجعنا لكم من جديد على كوين فري، ولسه مكملين في ربح العملات الرقميه والان اف تي على كوين فري. زي ما انت متعود من عندنا الجديد والحصري ولكل الناس، جايب لك النهارده شركه جديده لتعدين صور الان اف تي. بمجرد ما بتدخل بتتيح ليك صوره مجاني، عامله سعرها دلوقتي بوقت تصوير الفيديو $3.70. تقدر انك انت تاخدها وتبيعها فوري، ولكن طبعا لو ركزت في الكلام قلنا شركه تعدين، يعني لو عايز تكمل وتكسب اكتر خزنها. ما تنساش تعمل لايك بتاعك الجميل، وتعالى اقول لك ازاي تاخدها. مبدئيا كل الروابط هتلاقيها مثبته اسفل الفيديو في الديسكريبشن، ولو مش عارف تضغط عليها هتلاقيها موجوده عندنا في قناه الاير دروب على تليجرام. زي ما حضرتك طبعا شايف دي صفحه التعدين اللي احنا هنشتغل عليها لو انت عايز تشتغل. لو انت مش عايز تشتغل هديك دلوقتي صوره ان اف تي مجاني. هتيجي حضرتك تدوس هنا على اير دروب هتلاقيها موجوده بالشكل ده، هيفتح لك صفحه الاير دروب، هتقول له جو ناو. بمجرد ما تضغط طبعا هيحولك على الصفحه. طبعا الصفحه دي خاصه بكوين فري فقط، مش هتلاقيها على اي مكان تاني. عندنا هنا طبعا اربع صور المتاحه فيهم دلوقتي صوره مجاني، والباقي لو انت موجود عندنا في قناه الاير دروب على تليجرام هنقول لك ازاي تاخدهم وازاي هنعمل لك ادراج في المحفظه بتاعتك. طيب الموضوع ده سلس وسهل جدا، دي شركه تعدين، هتنزل في الاسفل هتلاقيني فاتح لك واحده، الباقي هفتحهم لك كلهم، ولكن طبعا كل حاجه بتنزل بوقتها. هتيجي حضرتك هنا تقول له كلايم فري، او تقدر تدوس طبعا زي ما انت حضرتك شايف 7000 واحد هيقدروا يستلموا الصوره فقط. بمجرد ما هتدوس عليها بالشكل ده تلقائي بتكون في قلب محفظتك مجاني 100%. لو ظهر لك اي خطا يبقى انت محتاج رام، يعني ما عندكش رام، تحتاج انك انت تشتري قطعه وكس عشان تفتح الرام. باقي الصور طبعا زي ما قلت لك لو انت موجود عندنا في قناه الاير دروب هنقول لك ازاي تفتحها، هتظهر لك تلقائي. فالحاجات دي بتنزل بوقتها، صاحب الصور هو مديني صلاحيه ل 7000 صوره فقط من الصور ديت. طيب عشان نشوف الصوره دي وصلتنا ولا ما وصلتناش، بتروح بسرعه يا صاحبي على المحفظه اللي انت مسجل بيها تلقائي. بمجرد ما بترجع على المحفظه بتاعتك بتلاقيها موجوده عندك، بتيجي هنا على ثلاث شروط وبتدوس على NFT. بعد ما بيفتح لك صور ال NFT بتلاقي الصورة في قلب محفظتك، طبعا بتوصلك مجاني. فهي بس الفكرة لو انت عندك خطأ بتلاقي خطأ الرام. طبعا عشان تشوف سعر الصورة دلوقتي تقدر انك انت تبيعها، ولكن لو انت عايز تشتغل في الموقع ما تبيعهاش، هتروح على تراديج هنا بالشكل ده، وانا عامل لك سلسلة كاملة ازاي تبيع وازاي تشتري، هتلاقيها في نفس السلسلة اللي احنا بنتفرج عليها. هتيجي تقول له لاست مارتج، وزي ما حضرتك طبعا شايف هنا عندنا $3.72. انا طبعا مطول في الفيديو لان الصور 7000 واحد فقط، يعني مش هتطول يوم او اتنين. فما تنساش تعمل لايك، ونشوفك في الجديد على كوين 3.